أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز العناوين الواردة في المواقع والصحف الإخبارية الصادرة لهذا اليوم. موقع إخباري يتساءل: تنظيم داعش هل ينشط بعد سيطرة الانتقال على مدن الجنوب؟ من الحرب 28 مظاهرة في ريف تعز تذكر بالحرب المنسية. من المصدر أونلاين: السفير البريطاني محذرا: الانتقال لن يعترف بكم أحد، والشعبية لا تعني الشرعية. أهلا بكم. عاد التوتر مجددا إلى مدينة عدن وتحديدا إلى محيط قصر المعاشيق إثر عملية نهب جماعية لمحتويات القصر، وفقا لما قاله تقرير عدن الغد والذي عنون عملية نهب جماعية لقصر المعاشيق. ما الذي يحدث في عدن؟ ويعتبر القصر الرئاسي في مدينة كريتر الواقع في أعلى هضبة معاشيق أحد القصور الحديثة البناء والتطوير، حيث تم بناؤه وتطويره بعد تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 1990، ويحتوي عددا من الفلل الضخمة ودور الضيافة إلى جانبه في مساحة كبيرة. وبعد تحرير عدن ودحر ميليشيات جماعة الحوثي تم تدميره خلال الحرب، وتكفل التحالف بإعادة تأهيل القصر، وشملت تلك الأعمال إصلاح الأضرار الناتجة عن الحرب. ووفقا للموقع فإن عملية النهب الأخيرة تعد خامس عملية نهب جماعية منذ بنائه، وأثارت هذه العملية العديد من الجدل كونها تأتي عقب يوم واحد من سفر وفد الانتقال إلى مدينة جدة للبحث مع حكومة الشرعية الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها في عدن. يضيف الموقع: أن هناك سؤالا مهما هو: من أعطى الضوء الأخضر لعملية نهب القصر وعلاقتها بلقاء جدة؟ ووفقا للموقع فقد اتهم مراقبون سياسيون قوات الانتقال بالتسبب بالواقعة عبر القيام بإطلاق النار صوب حراسة القصر، ما دفعهم للانسحاب، ليعقب ذلك سماح قوات الانتقال للمواطنين بنهب القصر ومحتوياته. واستغرب متابعون في عدن وفقا للموقع عدم تدخل ألوية الحماية الرئاسية لمنع عمليات نهب القصر والتي يفترض أن حمايته مسؤوليتها. حسن عبد الوارث يكتب في موقع يمن مونيتور عن اليمنيين الذين سادوا ثم بادوا، وأضاف في فقرات من مقاله: بتنا أضحكة العالم، وبقدر ما بكى لأجلنا بعض هذا العالم للمآسي والويلات التي اقترفناها في حق أنفسنا، واقترف أخوة لنا جزءا منها في حقنا، بقدر ما ضحك بعض هذا العالم وسخر من حماقتنا وسخافتنا وجلافتنا ضد بعضنا، إلى الحد الذي صار لسان حال هؤلاء يقول: من يهن يسهل الهوان عليه. نعم، لقد صنعنا مأساتنا القائمة اليوم بأيدينا، فنحن منبطشة بالأمن الأهلي والسلام الداخلي، وأثار زوبعة الفتنة في بحيرة المجتمع، وأشاع دواعي الاحتراب من منطلقات قرسطية كان المرء يظنها غدت من مكنونات متاحف التراث الآفل، ونحن من وسع ملهى الدم وملعب البارود بالداعي الجاهل لحملة الخبث التاريخي والحقد المزمن ممن وجدوا الفرصة سانحة للانقضاض على ما تبقى لليمن وأهلها من عفو وعافية وصفو ورفاهية، فإذا بهم ينقلبون من رسل غوث وعون ونجدة إلى شياطين قهر وظلم ودمار، ومن غيمة استسقاء إلى خيمة استعمار. ونحن من مزق كل رايات التاريخ المجيد وأحرق كل آيات السلف العظيم في لحظة طيش داهم داس فيها الكبار على عنق العقيدة والصغار على عورة الأخلاق، حتى تبدى للعالم أننا حالة زيف مزمن تدثرت بالوهم قروناً، ثم انكشف القناع عن وجه دميم وروح كريهة وضمير نتن. أكتب هذه السطور ليس لأصدم أبناء العشيرة، فإن هؤلاء ما عادوا يصدمون، وليس لأنكأ الجراح الغائرة، فلم يعد ثمة جرح غائر على الإطلاق. نحن قوم سادوا ثم بادوا، واجترحوا الملاحم ثم انبطحوا بالولائم وناموا على السلالم. خرج الأهالي في مديرية المعافر بتعز لتذكير الجيش بمن يحاصر المدينة، وعنون موقع الحرف 28 في صفحته الرئيسية: مظاهرة حاشدة لأبناء المعافر والمواسط للمطالبة بسرعة استكمال تحرير المحافظة من الحوثيين.
قال الموقع خرجت مظاهرة حاشدة لأبناء مناطق المعافر والمواسط بمحافظة تعز للمطالبة بتوحيد الجهود واستكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي، وطالبت الحشود بتوحيد جهود كافة القوى السياسية والاجتماعية والمكونات الشبابية والنسائية وتعزيز اتحادها وتماسكها واصطفافها لتكون قادرة على مواجهة التمرد الحوثي واستعادة الدولة. دعا المتظاهرون كافة ألوية الجيش الوطني والأمن إلى شحذ الهمة والتفرغ لبناء جيش بعقيدة وطنية بعيدا عن قيم الجهوية وثقافة المناطقية. عاد ملف ما يعرف بتنظيم داعش للظهور وبقوة في المشهد اليمني بعد تراجعه خلال الأشهر الماضية عقب تنفيذ الحكومة اليمنية كثيرا من الحملات الأمنية ضده. وعنون موقع المشاهد نت: تنظيم داعش هل ينشط بعد سيطرة الانتقال على مدن الجنوب؟ يقول الموقع: تبنى التنظيم مؤخرا عملية استهداف قسم شرطة بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن التي أسفر عنها سقوط 13 شرطيا، وآخر العمليات التي تبناها التنظيم كانت اغتيال الشاب محمد رمسيس في منتصف الشهر الجاري بحجة انتمائه لقوات مكافحة الإرهاب باستخدام بندقية آلية على رأسها كاتم للصوت. يفيد الموقع: لم يكن حضور تنظيم داعش واضحا، لكنه كان يظهر في المشهد من حين لآخر وتحديدا في المحافظات الجنوبية، وتبنى كثيرا من العمليات الإرهابية بينها قتل جنود وتفجير مساجد. قال الموقع أن المخاوف تزايدت بعد سيطرة الانتقال وأيضا بعد ظهور اسم ولاية اليمن في تسجيل مصور إلى جانب ملفات أخرى بيد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. يصف وسام محمد المرحلة الحالية بأنها مرحلة غربلة تاريخية عادة ما تمر بها الشعوب، قد تطول لكنها ليست النهاية، ووفقا لمقال كتبه في موقع بلقيس مضيفا: لم ينشأ هذا الوضع من فراغ إذن، حيث تسقط الأحزاب والسياسة وكل ما له علاقة بالدولة لصالح سيادة جماعات ما قبل وطنية تستند للقوة العارية وإلى دعاوى موغلة في رجعيتها، ثم أيضا باعتماد على الخارج. الأدهى أنه لا يوجد حتى الآن من يعنيه بحث ودراسة المسارات الخاطئة التي أوصلتنا إلى هذا الوضع، وفيما تتسيد جماعات رجعية وثقافة عنصرية مقيتة. فإن القوى السياسية التقليدية حتى وقد غدت شبحاً، فإنها بما تبقى لديها من إرادة وطاقة للفعل تبدو أكثر ميلاً لمواصلة التدمير الذاتي من خلال خوض الصراع من نفس المستوى الذي تخوضه القوى الصاعدة من نفس أدواتها، لكن مع غياب واضح القدرة على المواكبة. وهناك من بات يتماهى مع هذه الجماعات من موقع متذيل ومثير للشفقة. لو أننا نحصر القوى السياسية التقليدية بأربعة أحزاب هي المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والناصري، فإن القوى الصاعدة التي أخذت تملأ الفراغ الذي تركته هذه الأحزاب هي الحوثي، الانتقالي، الجنوبي، السلفيون. أما القوى الرابعة فهي خليط من كل القوى الأخرى، تثبت بفعلها وبطبيعة رؤيتها للأمور أنها أصبحت جزءاً من قوى ما بعد السياسة، أي قوى معادية للوطنية اليمنية، حيث يسود الانحطاط على ما عداه وتضيع كل الاعتبارات الأخلاقية والوطنية. جماعات تقاتل من أجل نفسها أو تلتحق بتلك التي تعادي القيم التي تأسست عليها، بينما القطاعات الشعبية الواسعة هي من تدفع الثمن. لكن مصطلح مرحلة ما بعد السياسة سيبدو أكثر وضوحاً عندما نجد أن المجتمع أصبح خارج الفاعلية وليس هناك من يمثله أو حتى يعبر عن معاناته كسند أمل على الأقل، الأمل الذي لولاه لأصبحت الحياة جحيمة، بتعبير آخر أو كما هي حياة اليمني اليوم. يعول المجلس الانتقالي على الخارج وحاول إقناع جماهيره في الداخل أنه محل ترحيب، ولكن ذلك لا يطابق الواقع. ووفقا لموقع المصدر أونلاين، السفير البريطاني محذرا الانتقالي: لن يعترف بكم أحد والشعبية لا تعني الشرعية. قال سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل أورن أن بلاده ودول المجتمع الدولي لن يعترفوا بالمجلس الانتقالي الجنوبي إذا سيطر على الجنوب وخرج عن الشرعية اليمنية. وألقى مايكل مسؤولية الأحداث الأخيرة في عدن على الانتقالي الجنوبي لأنهم بدأوا المشكلة ويتوجب عليهم حلها،
وفي توصيفه لما حدث وما إذا كان انقلابا قال نظريا نعم، لكن علينا الانتظار إذا اتفقوا مع الشرعية سيكون أمرا جيدا وتحل المشكلة. من جهة أخرى لا يوجد تشابه كبير بين ما حدث في عدن وما حدث في صنعاء قبل 5 سنوات. وحذر سفير المملكة المتحدة المجلس الانتقالي من عدم التقاط فرصة الحوار ودفع المجتمع الدولي لاعتبارهم خارج الشرعية، مضيفا أن المجلس الانتقالي لديهم وقت لحل المشكلة بسرعة وإنهاء الأمر. الاتفاق مع الشرعية أمر جيد، لكن في حال لم يحدث اتفاق فنحن مع الشرعية ونعتقد أن المجلس سوف يعي المشاكل التي سيواجهها في حال كان خارج الشرعية. يتابع إيران، لن تكون هناك دول تعترف بسيطرتهم على الجنوب، لن تعترف الدول بهم، ولذلك من صالح الانتقال وقلنا ذلك لهم أن يكونوا جزءا من الشرعية. في جولتنا اليومية بين الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لو فيغارو التي عنونت اليمن الجيش الأمريكي يحقق في تدمير إحدى طائراته المسيرة. أعلن الجيش الأمريكي أنه يحقق في تدمير إحدى طائراته المسيرة من قبل الحوثيين المؤيدين لإيران على اليمن مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران. في بيان قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية التي ترأس العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط أن الجيش يحقق في معلومات حول هجوم على طائرة مسيرة في مجال جوي مسموح بدخوله فوق اليمن، لكنها لم تؤكد تدمير الطائرة. وقال الكولونيل إيريل براون تصرفات إيران الاستفزازية ودعمها للمقاتلين والجماعات المسلحة مثل الحوثيين المؤيدين لها تشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة وشركائنا. قال تقرير الصحيفة الذي ترجم لصالح قناة بلقيس أن الحوثيين تداولوا صورا تظهر كرة نارية في الليل والتي تمثل حسب رأيهم طائرة أمريكية مسيرة تم تدميرها في سماء ذمار، وصورا لبقايا جهاز يحمل كتابات باللغة الإنجليزية. العالم يحصد الفوضى التي زرعتها الإمبراطورية البريطانية. تحت هذا العنوان كتبت إيمي هوكينز مقالها المنشور في فورين بوليسي. كان هناك وقت عندما لم تكن الشمس تغرب أبدا عن أراضي الإمبراطورية البريطانية، وقد انتهى هذا منذ فترة طويلة، لكن الإرث الوضيع للإمبريالية ما يزال ماثلا في آسيا، حيث تتقاسم أزمتان تبدوان منفصلتين في هونغ كونغ وكشمير نفس الإرث. تشهد هونغ كونغ أسبوعها العاشر من المظاهرات، حيث يطالب مئات الآلاف من الناس من جميع فئات المجتمع ومشاربه بحريات ديمقراطية أكبر في مدينتهم. وردت الشرطة بوحشية بينما تصف بكين الاحتجاجات بأنها إرهاب. وفي جامو وكشمير على بعد 2500 ميل تقريبا ألغت الحكومة الهندية فجأة الوضع الخاص للمنطقة الذي كان محميا سابقا في الدستور الهندي، وفرضت نيودله تعميما على الإنترنت والاتصالات في جامو وكشمير، ولا يعرف الكثير عما يحدث هناك. تكافح كل من كشمير وهونغ كونغ من أجل تحقيق رغباتهما الخاصة ضد حكومات مركزية عدائية واستبدادية، وفي كلتا الحالتين كان الاستعمار البريطاني هو الذي مهد الطريق للصراعات القادمة. وليس خطأ بريطانيا وحدها أن اثنين من مستعمراتها السابقة ما تزالان متورطتين في معارك حول هويتها. فقد عانت كشمير من عقود من القتال الطائفي، وكان من المفترض أن تضمن شروط تسليم هونغ كونغ حتى العام 2047، كما أنه من غير الواضح كيف يمكن لبريطانيا أن تساعد بشكل مباشر في تحسين هذه الأوضاع اليوم. فالصين تصور بشكل روتيني أي معارضة في مناطقها على أنها تجل للتدخل الأجنبي. بريطانيا يمكن أن تفعل المزيد للاعتراف بمساهمتها في استياء ملايين الأشخاص الذين لم يكن لهم رأي أبدا في حكوماتهم، بل إن من الصعب على مواطني المستعمرات السابقين زيارة البلد الذي قرر مستقبلهم. وليس من المستغرب أن تحجم بريطانيا، حيث غذى الحنين الإمبريالي بعض العواطف الكامنة وراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عن مواجهة إرث الإمبراطورية الفوضوي. لكن من الجدير بينما تمزق المملكة المتحدة نفسها في الجدال حول معنى تقرير المصير والديمقراطية حقا، تذكر أن إرثها
في أجزاء أخرى من العالم يبدو مشحوناً أكثر بعناصر الجدل. نطالع من صحيفة الجارديان تقريراً أعده القسم الثقافي عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات عثر على بقايا منها في جبال الأطلس الوسطى في المغرب. تقول الصحيفة أن هذا النوع من الديناصورات كان موجودا منذ حوالي 168 مليون عام، وبحسب التقرير فإن العلماء البريطانيين يعتقدون أن هذا النوع من أكثر أنواع الديناصورات شهرة، وهو الأقدم من نوعه الذي تم اكتشافه على الإطلاق. يشير التقرير إلى أن فريقا من متحف التاريخ الطبيعي في لندن يجري دراسات على بقايا ستيجوسور، وهو ديناصور مدرع يمكن التعرف عليه من عظامه التي تشبه الصفيحة البارزة من العمود الفقري والطفرات على ذيولها. وعلى الرغم من أن بقايا الديناصور التي عثر عليها قليلة، عبارة عن فقرة قليلة وعظم من الذراع العلوي، خلص العلماء إلى أنها تعود لجنس ونوع جديد من الديناصورات يرجع تاريخهما إلى العصر الجوراسي الأوسط، أقدم بكثير من أشهر ما عثر عليه من قبل. وقد أطلق فريق البحث بحسب التقرير الذي تقوده الدكتورة سوزانا ميديمنت اسما خاص يعني السحلية الجبلية في لغة البربر، نسبة إلى المنطقة التي عثر على البقايا فيها. قفزت مظلية كندية من طائرة على ارتفاع 1500 متر ولم تنجح لعدم قدرتها على فتح مظلتيها الأساسية والاحتياطية لتسقط وترتطم على الأرض بسرعة 177 كيلومتر في الساعة. الأمر أثار الرعب لدى المتفرجين للعرض، فماذا حدث لها؟ وعنوان موقع الدي دبليو: كندية تفشل في فتح مظلتها على ارتفاع 1500 متر، فما الذي حدث؟ يقول الموقع: من المؤكد أن خوفا بالغا اعترى مظلية كندية شابة وهي تقف على باب الطائرة حين أتى دورها في القفز، وهو خوف يراود ربما أي شخص يزاول هذه الهواية المحفوفة بالمخاطر. لكن لم يرد على بالها بالتأكيد أن قفزتها هذه التي قد تكون الأخيرة سترافقها معجزة حقيقية، فقد نجت مظلية كندية من موت محقق بعد أن سقطت سقوطا حرا من ارتفاع 1500 متر ليستغرق سقوطها نحو 20 ثانية، وهي ربما أطول الثواني في حياتها كلها. ورغم نجاتها إلا أن المظلية أصيبت بجراح بليغة. ونقلت مجلة شترن الألمانية عن وسائل إعلام كندية أن المظلية قفزت بمظلتها من طائرة بالقرب من كيبيك، لكن المظلة الأولى خذلتها ولم تفتح، فكان أملها في الثانية الاحتياطية لكنها لم تفتح، فسقطت الشابة الكندية في غابة مجاورة، ما أثار الرعب بين المتفرجين. منذ آلاف السنين هاجر شعب النينيت مع قطعان الرنة عبر شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي الروسي، وفي أكتوبر 2016 سافرت مصورة إلى شمال غرب سيبيريا للانضمام إلى عائلة وتوثيق طريقة حياتها مع التحول الخريفي إلى الشتاء. في جولتنا المصورة لهذا اليوم نقلب ألبوم الصور الذي أعدته المصورة ونشرته صحيفة الجارديان. يبدع رسامو الكاريكاتير من خلال رسوم تضاهي أخبارا وصورا عدة. في جولتنا لهذا اليوم نعرض عليكم مجموعة من هذه الرسوم.
بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.